الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة، حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية. جانيكم أعزائي المستمعين، ما زلنا متواصلين معكم في الحياة فيم. نشكركم اللي اخترتوا باش تسمعونا على 93 على الحياة فيم. نشكركم زيدا اللي تابعوا فينا في الحياة في الجامعة. احنا ديما نحاولوا نبعثوا شوية انرجي بوزيتيف من عند الطلبة ونحكيوا لكم على الأنشطة متاحهم والإبداعات متاحهم. توا باش نمشيوا للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان باش نشوفوا شنو فما جديد في القروان، إزاد قروان شنو هي الأنشطة اللي قاعدة تقوم بها، شنو هما لي كلوب اللي موجودين فيها. سعيدة جدا باستقبال ضيفي باش يعطيني اكثر تفاصيل، حسام الدين خويلدي. عسلامة حسام. عسلامة. دونك انت بريزيدون فونداتور دو كلوب مايكروسوفت تك ايزيت قروان، باش تحكي لي اكثر على الكلوب هذايا، كيفاش جات الفكره باش تعملوا الكلوب هذايا وفاش قاعدين تخدموا؟ الفكره جات من الاول انه اللي جات ما فيهاش برشا اكتيفيتي في الاني اللي فاتت وخدمنا، حبينا نقولوا اول كلوب يخلق دي فورماسيون، يعمل دي فورماسيون للطلبه ويخلق دي كومبيتيسيون باش يطور النيفو نتاع الطلبه. حنخدموا توا على انه اي تيديون في زيت القروين ما يخرجش كان دبلوم هكا هو، خاطر الدبلوم نعرفوا كلنا انه ما نجمش يدبرها لاخر وحده، خدمه الكلوب هما اساس كل شيء في الجامعه. وقاعدين نطوروا توا، نحاولوا انه نطوروا سكيلز نتاع الطلبه وباش يخرجوا بباجاج باهي بحاجه حلوه على الاخر ويخدموا خدمه مزيانه. دونك ديجا دي متفق عليه اللي الفي اسوسياتيف بالحق عندها ان بلوس على الاخر للبروفيل نتاع الطالب كي باش يخرج من بعد القرايه. صحيح مهمه على الاخر، اما فما سكيلز تكتسبهم كي تدخل الفي اسوسياتيف وكي تشارك في الانشطه نتاع لي كلوب هذوما. باهي دونك باش تحكي لي على لي زاكتيفيتي نتاع الكلوب هذايا، شنو ما لي وركشوب ولي فورماسيون اللي قاعدين تقوموا بهم؟ والله من حلينا الكلوب هذا عملنا دي فورماسيون، صحيح ما سوقناش برشا الفورماسيون في الباج فيسبوك نتاعنا، لكن خدمنا في وسط لي زيت، عدينا دي سيرتيف للتيزيونيات وبرشا تيزيونيات خذاو لي سيرتيف نتاعهم في دومين نتاع الانفورماتيك. في دومين الانفورماتيك انتم شنو تقراو في لي زيت بالضبط؟ لي دومين معناتها نقرأ إلكتريك ميكانيك وأدمينستراسيون أفير وزادة انفورماتيك. يعني تقوموا يعني لي فورماسيون هذوما يكونوا لي شويه لي دومين ديكسبيرتيز نتاعكم، تعلموهم اكثر شنو لازم معناها حاجات يستحقوهم من بعد في الخدمه. تعملوا دي فورماسيون سوفت سكيلز زاد نتصور هكا ولا اي؟ نعمل فورماسيون سوفت سكيلز، شويه ليدرشيب، حاجه تنجم توصل لتيديون اللي هو يكون ناخر ينجم يتعامل على روحه، ينجم اي عبد يتعامل عليه بالطبيعه، ما يكونش خايف برشا من الخدمه نتاعه، والا من بعد كما يلقاش اول مره يلقاش خدمه يبقاش يحبس ويقول لك سي بون، يحط اللوم كله على الدوله، دولة شبيه دولة شبيه، واللي الاتيديون هو اللي خلق الخدمة دي. وهذاك علاش دوا مستحقوا السوفت سكيلز هذايا باش يولي الاتيديون اوتونوم ويعامل على روحه ويولي عنده الكوراج باش يخلق هو وحده الفرص بالحاجات اللي يتعلم فيهم. باش تحكي لي اكثر حسام على مايكروسوفت تك كلوب في لي زيت هذا، شنو عملتوا قبل، شنو عندكم جديد، فما كومبيتيسيون يظهر لي على قريب حاجه كي هكا، احكي لي اكثر تفاصيل. عملنا ولا خدمنا دي فورماسيون، عدينا لي زيكزامان، عملنا شويه دي وركشوب، خاطر ديريك حلينا الكلوب عملنا ما كانش عندنا برشا وقت، 3 موا وزاد شهر كورونا حبسنا الكومبيتيسيون اللي زعما باش لانسيوها، فاجلنا السنة باش نعملوا كومبيتيسيون ان شاء الله في وسط لي زيت، ومن بعد نحاولوا نعموها على تونس كامله مع الفاكهات البقية ومع الأجزاء البقية نتاع عائلات القروان نتاع القروان جامعة القروان. كومبيتيسيون نتاع شنو بالضبط؟ معناها شنو فيها الكونسيبت؟ نتاع روبوتيك. روبوتيك اللي أحسن بروجي ياخو الجائزة اللي عندها باش حدهم بعد ليك ويكون عندها فالور قوية على الآخر. دونك كومبيتيسيون هذي مفتوحة للعباد الكل نورمالمون باش يشاركوا فيها هكا ولا؟ هذه مفتوحة للناس الكل اللي يحب يشارك،
اما في الكومبيتيشن فما شروط تقام في الباج فيسبوك نتاع الكلوب باش تكون هي في الكومبيتيشن في 24 ساعه ولا 48 ساعه في وسط اللي زيت غادي سير بلاس البرودوي البروجي نعملو في وسط اللي زيت الماتريال ما غادي واللي يتم اللي يربح ياخو الجائزه نتاعو. داكوغ تري بيان، دونك هذه فرصة كيما نقولوا احنا للعباد اللي تحب ديما تشارك في المسابقات ومغرومة بالروبوتيك وبرشا حاجات في الدومين هذايا يشاركوا في الكومبيتيسيون نتاعكم اللي نتوما منظمينها في ليزيت نتاع قروان. خلي لك كلمة كنت تحب تزيد تقول حسام، تحكي لي أكثر على معناها النشاطات انت ذولي فونداتور نتاع مايكروسوفت، فونداتور نتاع دي كلوب اخرين، احكي لي على الاكسبيريونس نتاعك في الفي اسوسياتيف، شنو اللي تبدل فيها اللي زيت قبل وبعد، كان كتنجم العبيد اللي يسمعوا فينا اكثر اعطيهم ان بارتاج ديكسبيريونس صغير. اللي زيت اول ما دخلت انا الحق ما نكذبش عليك ما لقيتش برشا اكتيفيتي وكنت مستحق الاكتيفيتي هذوما خاطر ما نعرفش تعودت في البيو نتاعي ما نجمش نبقى بلاش اكتيفيتي ما غير نعمل شيء. بشوي بشوي حلينا الكلوب مايكروسوفت ومن بعد ما حلينا الكلوب زاد نفس ليكيب ريسك نتاع مايكروسوفت هما اللي حلوا الايتروازو وناشتين مع دي كلوب اخرين زاد خدمنا خدمه مزيانه في الليزات قاعدين نطوروا فيها. انا راه توا ليزات انه في البوان هذه خير من البوان اللي قبل وطورت برشا برابور بعمناول فهم برشا ديفيرونس بيناتهم حتى في الطلبة يظهر لي ولا فما هكا إقبال أكثر من طلبة باش يشاركوا في لي كلوب هذوما ولا تفما في أسوسياتيف ولا تفما معناها هكا حياة أكثر الجامعة ما نعرفش كان أنت تزيد تنجم تأكد لي كلامي أكثر. الحاجة الحلوة أنه في الكلوب توا السنة لقيت برشا تدوينات يحبوا يدخلوا الكلوب يحبوا يدخلوا وعندهم مو انرجي قويه باش يعملوا حاجه مزيانه على الاخر في الكلوب. قاعدين نطوروا في رواحهم بشوي بشوي وانا راى انه ولاد طلبه زيت القروين من القدام نجموا يعملوا حاجه حلوه على الاخر. دونك يعطيك صحة حسام الدين خويلدي والليكيب نتاعك الكل اللي قاعدين تخدموا على الـ في لي كلوب هذوما قاعدين تطوروا من في اسوسياتيف في الجامعات في القروين خاصة احنا مستحقين للانرجي هذايا مستحقين للانرجي نتاع الطلبة. انتم يعطيكم صحة كلوب مايكروسوفت تيك في ايزيت قروين والنشاطات الاخرين اللي قاعدين تقوموا بهم، خليكم ديما او كورون بالباج فيسبوك بوكم تاعهم فاش قاعدين يهبطوا فاش قاعدين ينشطوا شنو مع لي فورماسيون ولا ورك شوب ولا لي كومبيتيسيون اللي عندهم. احنا ديجا باش نحكيو اكثر في مرات اخرين باش نعملوا فقره نحكيو فيها على الامباكت نتاع الفي اسوسياتيف على الفي استوديانتين على خاطر كيما تلاحظوا ديما في برنامجنا في الحياه في الجامعه ديما نلاحظوا اللي لي ستوديون يحكيو اكثر على الفي اسوسياتيف قداش طورت منهم وقداش علمتهم برشا حاجات. دونك خليكم ديما متواصلين معنا في الحياة في الجامعة. ميرسي بوكو حسام، كنت حاب نخلي لك كلمة الختام، كنت حاب تضيف حاجة. يعيشك. تابعونا على فيسبوك نتاعنا تلقاو اللي كومبيتيسيون والداتا نتاعها وكل شيء، تلقاو دي فورماسيون اوفير الاستوديونات الكل ابار الاستوديونات نتاعنا نتاع عزات القروين واي حاجه اي حاجه تكون اي حاجه كونتاكتيو الباج نتاع الفيسبوك نتاعنا. ميرسي بوكو. دونك كلوب مايكروسوفت ايزيت في القروين، ميرسي بوكو للطلبه اللي قاعده تنشط للطلبه اللي قاعده تبدع وديما تخلق الفرص مالغري تو مالغري لي كونديسيون. صحيحه ما احنا ديما نحاولوا نخدموا نحاولوا نخلقوا فرص مزيانه للطلبه. ان شاء الله يكون عجبكم الكونتينو نتاع الليله اعزائي المستمعين. احنا هكا نكون وصلنا لختام حصتنا الحياه في الجامعه، نشكركم على الاستماع، كان نشكر شكر خاص الفريق التقني اللي كان معايا نوفل الشرطاني في الاخراج التقني، محمد سيف بولعريس في الاخراج الرقمي، وفي تقديم مني الغويلة. شكرا على الاستماع وليلتكم زينة. الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية.